مرحبا بكم متابعي كرة القدم. نقدم لكم ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين 1 ابريل 2019. الزمالك بالمركز الاول برصيد 54 نقطة، الاهلي المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بيراميدز بالمركز الثالث برصيد 51 نقطة، المصري بالمركز الرابع برصيد 42 نقطة، مصر المقاصة بالمركز الخامس برصيد 40 نقطة، المقاولون العرب بالمركز السادس برصيد 36 نقطة، الإسماعيلي بالمركز السابع برصيد 32 نقطة، الإنتاج الحربي بالمركز الثامن برصيد 32 نقطة، الاتحاد السكندري بالمركز التاسع برصيد 32 نقطة، طلاع الجيش بالمركز العاشر برصيد 31 نقطة، وادي دجلة بالمركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة، الجونة بالمركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، حرس الحدود بالمركز الـ13 برصيد 29 نقطة، الداخلية بالمركز الـ14 برصيد 25 نقطة، سموحة بالمركز الـ15 برصيد 25 نقطة، بتروجيت بالمركز الـ16 برصيد 25 نقطة، النجوم بالمركز الـ17 برصيد 24 نقطة، إنبي بالمركز الأخير والـ18 برصيد 23 نقطة.